عايز اعرف بس شعور حضرتك ايفر جيفن، تعود مرة اخرى، عملته ايه واستعدته ازاي، ايه اللي حصل؟ هي طبعا هي كان مهم جدا ان هي تعود تاني، اولا لاثبات شهاده الثقه لينا في قناه السويس، بالرغم ان هي كانت عامله حادثه عندنا، الا ان لثقتهم بان اللي حصل ده كان خارج اراده قناه السويس، وان الاجراءات اللي اتخذت لانقاذ السفينه دي ما كانتش ممكن تحدث الا مع المصريين وفي قناه السويس، لان طبعا بنتكلم على مركب كبيره عملاقه طول 400 متر وحموله 240 الف طن و18 حاويه وغاطس 15 متر ونص، يعني تقعد 6 ايام منظر ده وتطلع سليمه، مفيش خدش في المركب، مفيش حاجه في البضاعه حصل لها حاجه، مفيش حاجه الطاقم جرى له حاجه وتعود على مكانتها. فكان ده برضه ايه يعني شهاده ان الاجراءات اللي اتخذت سليمه، سواء في عمليات الانقاذ او حتى في التفاوض اللي خد مده كبيره. وكان مدير الشركه طلع وطبعا شكر هيئه قناه السويس على المجهود اللي عملته في الحاجتين يعني. وكان في ناس شككت بقى ان لا دي الشركه ده كذا، ده في حاجات كذا، لكن بعوده السفينه طبعا ده يدل ان الناس واثقه فينا، واللي اتعمل كان مظبوط، وزي ما بيقولوا هي شهاده ثقه. طبعا احنا الاجراءات اللي بنتخذها هي اجراءات واحده لكل السفن اللي هي العملاقه الكبيره اللي زي ايفر جيفن، بيبقى فيها دايما 2 قطره مصاحبه معاها طول المشوار كله، بورسعيد لغايه كان جاي بورسعيد نازله السويس عشان رايح الصين، مع 2 قطره بطول المجرى كله، وفي 2 مرشدين كبار مرشدين موجودين على المركب بيبدلوا 3 مرات، سواء كان في بورسعيد او في السويس او في الاسماعيليه او في السويس. لا، فهي ما كانش في اجراءات زياده المره دي. لا مش اجراءات، ما المركب كان عديه 22 مره قبل كده، وفي اكبر منها عدى يعني. احنا برضه مش يعني مش عايزين ندي حاجه زياده لحاجه ما تحتاجش يعني، ده برضه توفير اقتصاد في القوه، ما دام انا مش محتاجه الموضوع وحدات اكتر او اجراءات اكتر، هي اجراءات بتاخدها مظبوطه او المركب. سياده الفريق حمولتها قد ايه المره دي؟ لا هي نزلت، كانت البضاعه هي راجعه فاضيه عشان تخش الحوض في يعني حوالي 180,000 تقريبا او 170. ده بيدفعوا فلوس ولا لا؟ طبعا دفعوا كام؟ العبور العبور لا انا مش عارف بالظبط كام ولا يعني نجيبها لسه، يعني بنجمع الفلوس كلها في اخر الشهر ونقول المركب كام، لكن بتدفع طبعا، بتدفع بتدفع طبعا. سياده الرئيس النهارده مفيش مركب ما تدفعش، اجتماع سياده الرئيس النهارده، وربما سيادتك عرضت تقرير كامل، وايضا يعني توجيهات سياده الرئيس فيما يتعلق بالاجراءات اللي احنا بنعملها في قناه السويس. طبعا هو سيادته طبعا اهتمام مستمر من سياده الرئيس على طول بأداء الهيئه ومعدلات عمر السفن والعائد والتطوير اللي بيتم في الهيئه والشركات، كل دي حاجات دايما سياده الرئيس بيسال عليها ومهتم بيها جدا. مثلا احنا النهارده طمناه على الايرادات خلال من يناير 2021 لغايه يونيو لغايه اغسطس يوم 20/8 يعني 21، مقارنه بنفس المده في السنه السابقه. فقلنا له ان عدد السفن في 2020 في الفتره اللي هي من 1/1 ل 20/8 كانت 11,916 سفينه، وفي 21 كانت 12,640 سفينه بزياده 6.1%. نعم. وان الحمولات كانت 736 مليون طن في 2020، وفي 21 كانت 786 مليون طن بزياده 6.8%. والايرادات كانت 3,490 في 2020، و في 21 3,880 بزياده 11.2%. نعم. يعني طمنا ان الايرادات برغم لسه موضوع كورونا لسه شغال وفي تاثير لسه على الاقتصاد العالمي بتاع، لان احنا كانت الاجراءات اللي احنا خدناها التسويقيه المرنه ما زالت مستمره ما غيرناهاش، لان احنا شايفين برضه ان لغايه اخر السنه يمكن يبقى لسه في تاثير لكورونا، وبعد كده نبدا نحدد ايه اللي هيحصل السنه الجايه. نعم. فباستمرارنا في هذه السياسات التسويقيه والتطوير اللي احنا بنعمله في مجرى الخدمات اللي احنا بنقدمها للعملاء، كل دي نجحت طبعا في انها تجذب سفن جديده، وانها نحقق خلال العام المالي السابق اللي هو من 1/27 ل 30/6/21 اعلى ايراد في القناه كله 5,840 مليون، وان شاء الله نامل ان احنا السنه نحقق 6 مليار باذن الله. نامل 6 مليار ان شاء الله باذن الله.